وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات منتصف جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665 مليار و857 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10109 نقاط وأغلق عند 10150 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.4%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2737 نقطة وأغلق عند 1744 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.38%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2614 نقطة ليغلق عند 2621 نقطة، مرتفعا بنسبة 28%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع. وسجل اليورو 19 جنيها و85 قرشا للشراء و19 جنيها و94 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23 جنيها و31 قرشا للشراء و23 جنيها و42 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و4 قروش للشراء و5 جنيهات و7 قروش للبيع. وأخيراً سجل الريال السعودي 4 جنيهات و94 قرشاً للشراء و4 جنيهات و96 قرشاً للبيع.